المنظومه بتاعه الاهلي ناجحه، ان منظومه الاهلي ادت كل الدعم لكابتن حسام البدري في الوقت اللي كان بيتهاجم فيه. كابتن حسام البدري ادى كل الدعم لعبد الله السعيد في الوقت اللي كان بينتقد فيه، وكابتن حسام البدري كمان اختار وليد ازارو واصر على اختياره علشان خاطر هو شايف حاجه الجماهير مش شايفاها. راي الجماهير مهم جدا، لكن راي الاجهزه الفنيه والاداره هو الاهم. لو هو عنده رؤيه فده حاجه، يعني هي دي بالظبط، هي دي اللي بتحقق النجاح مش اي حاجه تانية. وعايز اوريك مثلا وليد ازارو في بدايه مشواره مع الاهلي، اقول لك على ارقام وليد ازارو في بدايه مشواره مع الاهلي. كان في اول ماتش ليه دقه التمريرات 52%، محاولات واحده، استرجاع كوره 5 مرات. في ثالث مباراه 61% دقه التمرير، محاولات 2، استرجاع الكوره 10. اخر ماتش لوليد ازارو 76% دقه التمريرات، محاولات 3، واسترجاع الكوره 5. كابتن حسام البدري كان شايف فيه السرعه، وكان شايف فيه القدره على استرجاع الكوره في الوقت اللي الناس كلها باصه بس على الفينشنج، وهو كان شايف ان ده لاعب ما كسرش ال 23 سنه، وبالتالي هو عنده الفرصه الكامله انه يتطور في الاجزاء دي. وبالتالي الجمهور بشكل كبير دايما بيحط ضغط على الاجهزه الفنيه، لكن الاجهزه الفنيه الناجحه اللي ما بتبصش لراي الجمهور وعندها رؤيه سليمه. ده اللي بيميز كابتن حسام البدري في الوقت الحالي، واللي بيميز إدارة الأهلي في الوقت الحالي. عشان كده انت بقيت دلوقتي بتتكلم فيه ثلاثي بيتصنف من الثلاثي